بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. فكرة اليوم لها علاقة بمرض اسمه مرض الموافقة. يبدو أنه معظم الناس بيعانوا من مرض الموافقة، يعني بمعنى آخر ما بيقولوا لا لأي شخص أو بيرفضوا أي طلب. منسميهم عادة the yes people، بيقولوا نعم وما بيرفضوا أي طلب لشخص أو لجماعة أو لمدير أو لأي فريق من الفرقاء اللي بيتعامل معهم. هلأ هذا المرض إذا صح التعبير له جذور شخصية وعائلية ومهنية متعددة. مثلا الطفل وهو عم بيكبر بيقاوم طلبات أهله المتكررة بالموافقة على القيام بعمل ما. بمرحلة المراهقة بتزداد الضغوطات الاجتماعية على الشخص ومن ثم يضطر إلى الموافقة أيضا. بمرحلة النضوج تبدأ طلبات الموافقة في أماكن العمل تنهمر على الموظفين من زملائهم ومدراءهم، وكمان بيكون الجواب نعم. ومن ثم في الحياة الزوجية هناك أيضا متطلبات بتفرض على الإنسان أنه يقول نعم وبكل الأحوال. هذا بشكل عام ممكن يكون جيد، ولكن بشكل خاص له علاقة بنقص أو خلل نفسي عند بعض الناس اللي بيوافقوا دائما على أي طلب. هناك بعض الإخفاقات وخيبات الأمل من فكرة الموافقة الدائمة على الطلبات. فكم من مرة ندم البعض على قبول الطلبات والدعوات وحتى الأوامر؟ كم من مرة دفع هؤلاء الناس ثمن باهظ جدا لطيبة قلبهم وحسن نواياهم؟ عدة مرات، نعم عدة مرات. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.